لكن كل إنسان ما عنده غرض مسبق يستطيع أن يكون قناعات محددة ويترك لكل إنسان هو وضميره ما هي نوع القناعات التي يكونها. ولكن في نفس الوقت الشاهد باستطاعة المحامي باستطاعة متهمين واعين مثل المتهمين اللي يناقشوا أن يكتشفون وين الخلل في شهادته، بالإضافة إلى هيئة أو الهيئة المسماة بالمحكمة. ولذلك أنا أسميك القاضي الأول لكي مو فقط أخلصك من الحرج وخلص نفسي من الحرج، لأن احنا ما معترفين بالمحكمة واضح، وإنما تقديرا إليك شخصيا. لا أقصد منك التساهل بشيء ولا أحتاجك أن تساهل بشيء، ليس استصغارا بشخصك، وإنما لأن أنا رئيسك وقائدك 30 سنة كمواطن، حتى ما تنحرج كمواطن. أنا ما شايفك إلا بالمحكمة ولا أعرفك، لو تلاقيني بالشارع يقولوا لي أنت وقعت أمره أن يصير حاكم ما أعرف، لكن أقدر أوزن الناس من تصرفه.